رهيب. ما هي ده جزء مثلا من المشهد، البشر مسؤول عن نتيجه عدم الالتزام بالحاجات دي، لكن دي حاجات خفيفه. لكن النهارده في اخبار مزعجه جدا تطالعنا، سواء بتصريحات من بعض المسؤولين والنماذج الرياضيه او القيادات الرياضيه، وبعدين احداث نشوفها، الحادث بتاع بيت الكابتن الخطيب وما تعرض له، ده الملابسات بتاعته مخيفه. يعني هو مين الفكر الشيطاني ان يخش يعمل كده؟ لا طبعا في بشر اخطر من كورونا، في بشر اخطر من الكورونا.